حياكم الله مجددا. اختتمت فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي والذي شهد حضورا مكثفا من فناني الخليج. ضيفتنا اليوم هي إحدى ضيوف هذا المهرجان، تخصصت في عام 1984 في التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت، وشاركت بعد تخرجها في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية. شاركت في العديد من الأعمال المسرحية والدرامية، وقد كانت تشتهر بدور الأم في معظم مسلسلاتها مؤخرا. خلينا نقول نرحب اليوم بضيفتنا الفنانة الدكتورة عبير الجندي، سفيرة النوايا الحسنة والتسامح والسلام. حياك الله دكتورة. يا هلا فيك يا حبيبتي، وشكرا على هذه الاستضافة الجميلة يا أهل الإمارات الغالين، وشكرا للشارقة الجميلة. على فكرة الشارقة أحسها وايد تشبهني أو أنا أشبهها. من أي ناحية؟ بالهدوء، بالحب، بالراحة، بالسلام، بالوئام، بكل شيء جميل. أحسها يعني أحسني منها وهي مني. الله يخليك. شكرا يا حبيبتي، شكرا على هذه الاستضافة. العفو العفو. نحن طبعا يمكن تاريخ طويل لعبير الجندي، ما بنقدر للأسف أن نوجزه في لقاء قصير مثل لقائنا اليوم، لكن خلينا نتكلم في البداية عن الحدث اللي نحن بصدده الآن يعني، أو اللي قريبا انتهى، وهو مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي في دورته الثانية. هذا المهرجان يمكن يكون نوعا ما حديث، أو خلنا نقول جديد شوي. صحيح. بالنسبة للمسرح الخليجي، نحن نعرف طبعا أيام الشارقة المسرحية، وهناك كذلك أيضا مهرجان المسرح العربي وغيره، لكن أن يخصص مهرجان المسرح الخليجي أعتقد أن هذا يهم فئة كبيرة من فناني الخليج بالتحديد. شو اللي يضيفه مثل هذا المهرجان دكتورة بالنسبة للمسرح الخليجي على وجه الخصوص؟ شوفي، بداية أنا أحب أشكر أبونا الغالي، واسمحوا لي هو أبونا كلنا بالتأكيد، أبونا الروحي صاحب السمو الشيخ سلطان القاسمي، عسى الله يا رب يطول في عمره ويبارك له يا رب. إنسان مثقف، إنسان ما أقدر أقول أكثر من كذي، يعني دائما يغبرنا بحبه وبعطفه وبحنانه الأبوي بالفعل. صحيح. نحس أبونا. صحيح. نحس إن إحنا جزء منه. صحيح. بالنسبة حق المهرجان، شيء جميل إنه يكون في مهرجان في الخليج يخصص لدول الخليج، وأيضا هي للدول العربية، لأن الاستضافات حتى يعني كضيوف مو بس مقتصرة على دول الخليج. أكيد. صحيح. يعني هذا شيء جميل، ولكن حلو إنه يكون في نوع من الوعي عندنا في ظل هذه الظروف الراهنة اللي إحنا نمر فيها. صحيح. لأن مثل ما إحنا عارفين إن المسرح أبو الفنون، أبو. صحيح. بالفعل يبقى أبو الفنون، لأن كل شيء يتجسد على خشبة المسرح، أدوات المخرج، أدوات الكاتب، أدواتي أنا كممثلة. الممثل هو من يقف بالفعل على خشبة المسرح ويأخذ ردة الفعل من الجمهور، يعني سيدة بدون ما أنطر أنا لما أسجل وبعدين أشوف ردود الأفعال. صحيح. حلو، عارفة نحس إن إحنا يمكن يصير هو مثل عرس ملتقى، كلنا نلتقي مع بعضنا كفنانين، هموم الساحة الفنية، لأن إحنا مثل ما إحنا عارفين في العموم يعني المسرح هو انعكاس للمجتمع. صحيح. فبالتالي بالفعل الحين المسرحيات اللي أنا شفتها في يعني هذه مهرجان الدورة بالفعل تحكي الهموم، يعني غصة عبور، وحشة، تشابك، إيش السالفة يعني كل الأمور بالفعل، لأن تحكي هموم مو بس الإنسان في الوطن العربي، في الدنيا كلها. يعني هذا الشتات اللي صاير، الإنسان مو عارف من وين جاي من وين رايح، خايف من المجهول، الأشياء السوداوية، ولو أني أقول دائما نتفائل، يعني تفائلوا بالخير تجدوا. فحلو أنه يكون في هذا المهرجان أن إحنا نجتمع، ولكن نجتمع الشيء بالفعل يطلع عارفة شيء بفايدة للجمهور. صحيح. لأن دائما يقولون الفن في انحدار، أنا أقول لا، إحنا من نرتقي بالفن، لأن يعني عارفة كل ناس قائمين على شيء معينة أو صنعة معينة أو ثقافة معينة، شغلة معينة، فن معين، هم اللي يأخذون بيد المتلقي ويصعدون. فحلو. صحيح. أنه
لا تدرين، يا اما ان في مثلا يكون في اسفاف او في مثلا مسرح مثل ما يطلقون عليه مسرح تجاري، ولو ان انا ضد هذه التسميات. وهناك في يقولون هذا المسرح والمهرجانات للنخبه وللصفوه. صحيح. حلو ان نسوي مزيج ما بين الاثنين علشان نرتقي بوعي المشاهد، المشاهد العادي، لان انا قاعده اقول مثل ما في فنان مبدع، كاتب مبدع، ايضا في متلقي مبدع. مبدع صحيح صحيح. واليوم المتلقي ما عاد مثل قبل، اليوم صار المتلقي واعي ومثقف وناقد على طبعاً فكره. طبعا يعني ما عاد مثل السابق. ويمكن دكتوره يعني في العالم الغربي قدروا يوصلون لهالشيء، يعني في مسارح كبيره مثل برودواي او غيره. صحيح. قدروا يوصلون لان هذا الاعمال المسرحيه او هذه الاعمال المسرحيه تعرض لكافة شرائح المجتمع ويحرص على حضورها كافة شرائح المجتمع. ما عادت هي مثل ما ذكرت يعني أعمال للنخبة أو الصفوة. صحيح. أو نخبوية. صحيح. وأعمال تجارية. صحيح. امتزج ربما امتزج، خلنا نقول امتزجت الأذواق حتى وصلنا إلى ارتقاء بالذوق في العالم الغربي. هذا اللي نحن نسعى له يمكن هني في الخليج وفي الشارقة بالتحديد. هذا دورنا، هذا دورنا. ولكن في أشياء يمكن إحنا ما زلنا عارفة ندور في فلك العبثية وفلك التأثيرية وفلك هذه الأمور. يعني حتى هذه التيارات المسرحية اللي كانت متواجدة برا في الخارج نتيجة المجتمع. صحيح. يعني إرهاصات في المجتمع فظهرت يعني هذه التعددية في المدارس. لكن الحين هي راحت. طيب إحنا وين دورنا؟ وين بصمتنا؟ ليش دائما إحنا نستورد؟ ليش إحنا ما نكون منتجين وإحنا نقدم الجديد؟ لأن إحنا قادرين على هذا الشيء. بس ما أدري، هو هل في تخوف؟ هل في مرات عدم ثقة في أن الجمهور يتقبل أو لا؟ خليك مجازف، قدم. يعني هو دائما نقول شنو، لما احنا نبي ننقل من حاله الى حاله ما يصير من اسود الابيض فجاه. هو في تدرج في الالوان، يعني من اسود اسود افتح ورمادي ابيض الى هو في شيء اسمه سحب واحلال. فاحنا نبدا نسحب شوي شوي ونحل الافكار الايجابيه اللي احنا نبيها. ولكن يجب ان نقدم. مو معقوله ان احنا يكون مثلا واقعنا شيء ونقدم شيء اخر بعيد، يختلف تماما، بعيد عن المتلقي، فما يحس بغربه عفوا ما بينه وما بين الشيء المقدم. وايضا لا تنسين ان الحين وين تقدمت السينما ويعني مواقع التواصل الاجتماعي. صح. وهذه الاشياء تاخذنا، فلا بد ان نعيد الجمهور الى المسرح ونقول لانه صاير المسرح مواسم. انا مستغربه انه صاير مواسم بس في الاعياد و صح. فمعلش احنا المسرح لابد انه يثقل. فشلون انت بالذات في الدول العربيه وفي الخليج بشكل خاص تين مثلا تسوين مسرحيه، تسوين بروفا خلال اسبوع ولا 10 ايام وتين تعرضين، بعدين كل ويك اند تعرضين. طيب وين احنا لما كنا يوميا يعني نمثل تطلع في النهايه مسرحيه اخرى. ليش؟ لانه يصير في اشياء جميله، نضيف صحيح. اضافات، شيل صحيح. هذا، حط هذا، فتطلع الشغله حلوه ولكن مش سلق. انا يعني بصراحه يمكن في تخوف دكتوره، يعني الان اصبح في المواسم لان القائمين على العمل المسرحي يبون حضور، والناس تعودت بالذات خلينا نقول في دوله مثل الكويت الشقيقه، يعني دائما يكون في اعمال مسرحيه متركزه بالذات للاطفال والاسره تكون خلاص في مواسم الاعياد. نعرف ان الكويت فيها مسرحيات في المواسم والاعياد للاطفال والاسره تقدم. فيمكن حرصهم يتخوفون مثل ما ذكرتي سابقا. يتخوفون ان لو انعرض طول السنه هذا العمل المسرحي ما في اقبال. ما يلاقي. ولكن هذا الشيء انا اقول احيي عندنا الشباب خصوصا مسرح محمد الحملي. شاب متحمس الحين، عندهم كل اسبوع عرض مسرحي جميل وناجح. يعني حتى تشوفي مثلا تياترو المسرح بمصر او شيء. صح. في تجربه مشابهه في مصر كذلك. اذا احنا قدمنا، بس انت قدم شيء حلو للجمهور راح يجيك. حلو انه يكون في الثالوث، يعني في كتابه صحيحه وفي مخرج مبدع وفي ايضا ممثلين مبدعين. ولكن صحيح. كل هذا بدون جمهور كأنك كتبتي اي شيء وحطيتيه بالدرج، ما حد راح يشوفه. يمكن نحن يعني في الخليج بشكل خاص دكتورة ما زلنا متعلقين بأعمال الثمانينات وبداية التسعينات، أعمال مثل باي باي لندن وأعمال يعني ما تحضرني يمكن الحين، بس في وايد أعمال تعلق بها الجمهور فترة طويلة جدا، يمكن
تصل إلى الآن عندما تعرض هذه الأعمال المسرحية في الأعياد أو في المناسبات تجذبنا، ما زالت تجذبنا. هذه الأعمال ما كانت ضمن المسرح التجاري، أنا برأيي يعني أبدا ما كانت تدخل ضمن المسرح التجاري، كان فيها قضية تقدم، وكانت هذه القضايا معاصرة بالنسبة للساحة الخليجية، كانت تناقشها وتنتقدها وتعرضها إلى جانب جذبها للجمهور. ليش الحين ما في مثل هالأعمال؟ هي مسرح جميل، مسرح يقدم للمجتمع، فكان في الكلمة الصح، كان في القضية والموضوع اللي يطرح صح، يعني في معادل موضوعي، وكان هم يقدم في نوع من الكوميديا، ولكن كوميديا راقية صحيح. أو في مثلا كوميديا سوداء مثلا مسرح دريد لحام مثلا صح. في هذا النوع، ولكن ما ادري هي ازمه في النصوص، ازمه في عارفه الدنيا صارت فوضى في كل شيء وعبثيه في كل شيء، واكيد يعني المسرح جزء لا يتجزا من هذه المنظومه فتحدث فيه هذه العبثيه. يمكن اختلف شوي، يعني احنا كنا اول طول الاسبوع نقدم وكنا وايد نستانس، حتى اي ممكن تصير مثلا ان الجمهور يقدم مثل ما تقولين حضرتك مثلا، كنا حتى في رمضان نقدم عروض وكانوا يجون. فالحين شوي الوضع اختلف، لأن مثل ما قلت لك المسرح أخذ، يعني عفوا السينما أخذتنا، التلفزيون أخذنا، الدراما، فوايد أمور. ولكن إذا قدمنا شيء صح نقدر أن إحنا نسترد جمهور المسرح صح. صحيح، نحن طبعا ما نبغى نكون متشائمين، نبغى نكون متفائلين طبعا بكل الجهود اللي الان تقدم، وطبعا يعني على راس هذه الجهود جهود سيدي صاحب السمو حاكم الشارقه الحقيقه لاستعاده المسرح لمكانته، ان كان في الخليج او حتى على مستوى العالم العربي بشكل كامل. اليوم وانت طبعا تحضرين مثل هالمهرجانات، مهرجان مسرح الخليج، ايام الشارقه المسرحيه اذا كنت حضرتي اليوم، المستوى يعني بعد خلنا نقول هذه الجهود الخمس سنوات الأخيرة مثل اللي قبلها، يعني الخمس سنوات الأخيرة ما صار فيها وعي، ما صار في مثلا متلقي، خلنا نقول ناقد ومبدع وكذلك متلقي ذكي لمثل هذه الأعمال المسرحية. أنا ما بتكلم فقط عن اللي يشتغلون يا جماعة في الأعمال المسرحية، بتكلم عن جمهور يحضر وكذلك مستوى أعمال يقدم مناسب للجمهور. أكيد أصبح نوع من الوعي أكثر، لأن في نصوص، يعني أنا ما شاء الله شفت نصوص شبابية جميلة، يعني في نص للكاتبة تغريد الداود، نص جميل اللي هو غصة عبور في الكثير من المعاناة النفسية اللي يعاني منها الحين الفرد، إنه من وين جاي من وين رايح، هو ضايع مثل في بحر، عارفة مثل شلون إحنا كلنا في عنق الزجاجة وعلينا أن إحنا نطلع، بس إحنا خايفين من الإقدام، دائما عندنا أحجام ودائما نقولها لا خليك على مينونك لا يأكل الأجل منه وخليك كذا عارفة. ولكن بالفعل لا، أكيد في نوع من التطوير ونوع من الوعي، ولكن إحنا نقول شنو، يعني أنا حابة أوجه من خلالكم رسالة إلى مسرحيي الخليج والعرب. حلو انه يكون، يعني احنا عندنا ابونا الجميل الشيخ سلطان سوى لنا هذه المهرجانات وما قصر في كل شيء، سواء الدعم المادي او المعنوي، الحب، كل شيء قدمه لنا. فالحين بما ان هذا مثلا المهرجان الخليجي، حلو انه من كل دوله قاعد اي عرض صح، فانا اقول شنو، حلو انه في كل دوله لما مثلا في اكثر من مثلا ست مسارح، فاحنا نطلب كل دوله تطلب من الست مسارح ان هي تسوي عرض مسرحي، وبعدين في لجنه تقام وتقيم هذه العروض، وافضل عرض يطلع لتقديمه للمهرجان علشان هو يمثل بالفعل يستحق انه هو يدش في المهرجان، في مسابقه المهرجان، وفي نفس الوقت يصبح هناك تنافس حلو، والعروض الاخرى تقدم مثلا في اسبوع ثقافي للمتلقين هناك، فكذي يكون مثل التصفيات خلنا نقول، ايوه جميل، علشان يقدم الافضل، دائما يقدم الافضل، فحلو هذا الشيء. زائد انا اقول انا ماني جاي هني، صحيح ان انا قاعد ادش مهرجان وفي تنافس حلو، ولكن ايضا هذه الاعمال الدراميه المفترض انها تكون مش بس للصفوه وللنخبه، لان مرات عقب ما يخلص العرض واحنا مثلا في الندوات حتى التطبيقيه
اللي هم المتخصصين والدكاترة مرات يكون عندهم في يعني ما بينهم وبين بعض يعني أفكار شوية مختلفة حول العرض، فما بالك اللي هو المتلقي العادي البسيط اللي بيه علشان يشوف. فحلو أن أنت تقدمين له وجبة جميلة خفيفة سناك، بس مش تكوي يعني يغثه، لا تكوي صحي، ان احنا نقدم له الشيء وهو يتلقى حسب ثقافته، كل واحد حسب ثقافته حسب وعيه. انت ممكن تقرين كتاب او تشوفين مسرحيه، عقب سنتين ثلاثه لما تشوفينها او تقرين الكتاب مره ثانيه تقولين انا كيف ما انتبهت لهالتفاصيل. أيوة ليش اصبح في عمق في الوعي، في نضوج في الوعي. فهذا هو ان ناخذ بيد كل شخص شوي شوي الى ان نرتقي، لان احنا عندنا سلاح قوي في ايدينا، وهذا السلاح اللي هو الفنون في العموم قاعده تخاطب وتحاكي العقل اللاواعي، تدش في وجدان المتفرج دون وعي منه، تتسلل وتغير من معتقداته وأفكاره شوي شوي. نعم. فبالتالي أنت شنو تبين تزرعين؟ فنزرع اللي هي الأفكار الإيجابية الجميلة، لأن كل إنسان فينا هو بالضبط عقله أرض خصبة صالحة. تزرعين الفكرة الإيجابية تطلع ثمار إيجابية، نزرع الفكرة السلبية تطلع أشياء سلبية. صحيح. خلنا نشوف مع بعض لقطات ربما من المهرجان، من الدورة الثانية لمهرجان الشرق المسرح الخليجي، لبعض الأعمال المسرحية اللي عرضت. من بعدها بننتقل للحديث عن الدراما وجديد عبير الجندي. لابد من الذهاب إلى البيت الأهل. متقدم 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 متقدم، ألم أخبرك من غرفة السيطرة؟ هذا المشهد حذف، حذفته الرقابة، ولكن يمكنكما أداؤه اليوم لأن لم يحضر أحد من الرقابة. ولكن بي أس، الملاحظة الأهم أن زمن الفعل تغير، أنتما الآن في الأسبوع الثاني من الأحداث، وأنت حضرت إلى جارتك ثانية بعد سماعك الصراخ الحقيقي هذه المرة. لسلامتكم ابتعدوا عن الحاجز، هيا من يقترب أكثر سيموت. ابتعد عن الحاجز، ابتعدوا عن الحاجز. لن نمر، لن نمر، سوف نبقى هنا حتى نتحلل ونصبح جزءا من هذا الرمل. لن يسمحوا لنا بالمرور، لن يسمحوا لنا بالمرور، سوف تتعفنون وتتحولون لحجارة. ألا تكف عن عبثك وتدع كله في شأنه؟ يا أخي يا أخي، حاول أن تقرأ، تنام، تسترخي، لن يجديك كل هذا. أسمع. حياكم الله اذا مشاهدينا، حياك الله دكتوره مره اخرى. يا فنيتي حبيبتي منى، ما شاء الله فنانين مبدعين، خلينا نقول جداً. انا وانت كنا نسولف يمكن اثناء ما شفنا اللقطات. صحيح. وقلنا ان مثلا خالد امين فنان وايد معروف بالتاكيد، مبدع في التمثيل، بس انا اول مره اشوفه كمخرج مسرحي. لا هو استاذ هناك في معهد العالي للفنون المسرحيه، وهذا شيء جميل انه يتم التنويع مثل زميلنا محمد العامري. انا يعني شوفي استاذ محمد العامري جدا احب مخه في الاخراج، محمد مبدع ما شاء الله عليه. يعني في المسرحيه هذه الاخيره اللي انا شفتها اللي هي غصة عبور صحيح، احنا كنا قاعدين وانا شايفه لانه هو جسر، وشوفين الجسر ضيق جدا ولكنه جسر متحرك. انا ما كنت اشوف الجسر هو المتحرك، انا كنت اشوفني انا المتحركه، وكان في عده كاميرات من كذا يعني كاميرات وهميه وكادرات تاخذني، يعني كل شوي لما تصير النقله بالجسر كني انا اللي تحركت ورحت في هذا الكادر. في هذا جدا حبيت الإخراجة، لأنه أخرج عرض
مسرحي بتكنيك سينمائي. تشوفين الزوم اوت والزوم ان وتشوفين الفوكس اوت اوف فوكس وتشوفين الكادرات وتشوفين لا يعني بصراحه كان محمد نحن زميلنا طبعا شهادتنا فيه مجروحه اكيد لكن محمد وايد مبدع دائما صح. في كل عمل مسرحي يطلع بفكره ان صح التعبير مجنونه او فكره يعني جديده مختلفه تماما صحيح. ويتدخل في كل التفاصيل انا اللي اعرفها يعني محمد يتدخل في الديكور في الاضاءه في كل شيء يتدخل صحيح. مو بس يعني لا في كل شيء طبعا ادواته كلها في جميع ادواته بالضبط. حتى بعد على فكره اشيد هم بالعرض السعودي طبعا لان انا شفت هذه العروض في النهايه لان ما كنت موجوده من البدايه العرض السعودي ايضا جدا جميل هو رحله في حياه انسان لما رب العالمين يقول ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها فشفنا هذا التصارع بين اثنين على المسرح والاثنين يمثلوني انا انتي كل واحد فينا نشوف هذا التصارع ما بين الخير وما بين الشر والشر ما بين النور ما بين الظلام ما بين الانسان اللي هو الانفعالي ما بين الانسان العطوف والانسان القاسي وهكذا يعني يعطيهم العافيه يعطيهم العافيه جميعا الشباب ما قصروا بالتاكيد العرض البحريني العرض العماني كلهم ابدعوا الكراسي ايضا ما بيغفل عن احد كلهم كانوا مبدعين ان شاء الله يا رب كذلك ايضا في الدوره الثالثه نشوف فنانين ما شفناهم يعني نبغى نشوف فنانين ما شفناهم يمكن في الدوره او الدورات السابقه بحيث انه يكون في تنوع انا ما اتكلم بس عن التمثيل اتكلم كذلك ايضا عن الاخراج وعن يعني كذلك التمثيل بنتقل للدراما طبعا يمكن الدراما خذتنا كلنا وخذتكم انتم كممثلين بالتحديد او بالاخص من المسرح من ابو الفنون والدراما في الخليج يعني خلنا نقول هي المسيطره بحكم ان احنا ما عندنا سينما يعني سينما مهرجانات إرهاصات بدأت افلام قصيره بدأت. لكن ما عندنا السينما بالمفهوم يعني العالمي للسينما او حتى المفهوم يعني العربي الدراما اليوم وين عبير الجندي من الدراما وين دراما من عبير الجندي حاليا شوفي انا يعني انا مقله بس بقول لك شغله عن السينما يعني الحين عندنا شباب واعي واعد يعني شفتي فيلم حبيب الارض والعتر تو طالع وهكذا يعني في الحين لا ما شاء الله عليهم مبدعين في محاولات ابداعيه ايوه هني بالخليج ايضا اللي هم الشباب صح. ما شاء الله قاعدين يقدمون افلام جميله اين انا الحين من الدراما انا موجوده ولكني مقله يعني مقله شوي لان ابي انتقي شوفي كثير من الناس يقولون انت دائما تاخذين ادوار المغلوبه على امرها المنكسره الضعيفه يعني الخاضعه الخانعه وهذه خاطرنا نشوف عبير الجندي شريره شوفي بقول لك شغله ما في خير مطلق داخل بني ادم ولا شر مطلق مثل ما قلنا لكن انا احب شنو اقدم الادوار الانسانيه ومن تدرين فنان يقدم دور وينجح فيه على طول يطرونه في هذا الاطار صح. المخرجين والمنتجين يعني المخرج او المنتج لما يبني اقرا اقول يعني حرام عليكم بس يقول لي مو انا وانا اقرا انت تنطين من الورق تقولين هذا دوري عارفه فقلت لهم بس يعني هذه المساحه خلاص انا سبرت اغوارها مثل ما يقولون ابي مساحه اخرى مساحه جديده فشوي صايره مقله لاني ابي انتقي يعني مو شرط انه بس علشان التواجد او الظهور نعم صح لا يعني ممكن اسوي عمل خلال سنه سنتين او ثلاث سنين انطر ولكن مجرد ما انت ترجعين شيء بقوه وحلو لان علي اني انا احترمني واحترم عقليه المشاهد ايضا اللي هو ينطرني وشايفني يعني وهذه خطوه صحيحه بالتاكيد يعني بس حابه اقول شغله يعني دائما الادوار اللي هي اللي تشوفونها مغلوبه على امرها الضعيفه انا مو قاعده اقدم شخصيه عبير الحقيقيه لابد من الفصل بالتأكيد. والوعي ما بين شخصيه عبير الحقيقيه لا انا اقول حق الساده المشاهدين وشخصيه عبير اللي انا اجسدها من خلال الورق فهي خاضعه خانعه وان كانت تبدو سلبيه لما انت تشوفينها على الشاشه ولكن في مسج ايجابيه من وراها اقول من خلالها انتبه اذا كان داخلك هذه الشخصيه السلبيه هذه الشخصيه الخانعه المسلوبه الاراده اللي الناس دوم يسلبون حقها لا تمرد على نفسك وهذه الشخصيه داخلك وقول انا موجود لان اذا انت ظلمت نفسك لا تزعل من اخرين ان هم يظلمونك صحيح فبس شيء حلو ان الناس ماخذين هذه يعني عارفة الصورة عن عبير معناتها أن أنا نجحت قدرت أوصل هذه الشخصيات إلى الجمهور ولمست قلبه هذا القالب درجة أنه صدق أن أنا هذه الشخصية ولكني لست شخصية بس نحن نرجع ونقول أن الجمهور اليوم اختلف تماما عن جمهور أمس يعني الجمهور اليوم أصبح واعي مثقف
عنده ناقد اليوم جداً. أصبح الجمهور هو ناقد جداً ما شاء للأمانة الله. ونشوف هذا الشيء يعني بشكل مباشر يمكن عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكان في ظلم أحياناً لبعض الأعمال الدرامية لكن يعني خلنا نقول أن اليوم أصبح درجة الوعي يعني مرتفع أكثر تدرين يعني أثني على كلامك في هذا أن الجمهور أصبح ناقد وناقد شرس خطير. شرس بعد تدرين أول كان العرض يقدم يوم مرة واحدة في اليوم انتهى خلال الشهر الحين العمل الواحد تشوفينا على اليوتيوب وتشوفينا بكذا محطة فضائية اللي هو لما أنت قاعدين طالعين خلصوا وخلاص ملوا لأن شافوها كذا مرة الحين يطلعون في كيبل طالع مني في ما أدري شو هذه كانت حاطة شد ولونه مثلا كذي وهني غيرت عينها غير يهدون كل شيء ويبدون يشوفون تفاصيل الدقيقة ايوه صح والله اخر الاعمال الدراميه بس عشان نختم هذا اللقاء ان شاء الله متى بيكون وشو بيكون باذن الله عندي عمل درامي جميل ان شاء الله مع اخوي الذي لم تلده امي اللي انا دائما افتخر فيه وفي اخوته الفنان الرائع داوود حسين بو حسين هذا الانسان جدا رائع انا بديت معه بدايات يمكن سوينا دويتو كنت انا ويا دويتو وكنت كانت انتصار وهو دويتو وهو سوى دويتو مع كذا احد وكان ما شاء الله عليه كان ناجح مع كل انسان يشتغل معه سواء احنا كبنات او سواء حتى لما سوى مع البلام او صح او او, أو. صح صح. عندنا الحين طبعا سويت معه اجمل هم اعمالي للحياه بقيه سوينا ايمان وشرقان والحين ردينا سويناها كاذاعه وحصلنا على جائزه في المونديال مال مصر الاخير هذا حاليا احنا داشين ان شاء الله نسوي مسلسل اسمه موضي كنت بقول لك تخيل فطين ما زال موجود في ذاكرتي انا سويت معاه الفطين سويت درويش ووا ان شاء الله راح ندش نسوي موضي وراح يكون عمل جميل درامي كوميدي بما انك قلتي داوود حسين يعني بيكون في كوميديا تدرين ليش شفتي العم صقر حق الفنان داوود حسين هو نجم النجوم داوود انا وايد احترمه وعزه هذا الرجل بالتأكيد. وهم نقول له مبروك لانه حصل على سفير النوايا الحسنه للتسامح والسلام لهذا العام شفتي في العم صقر ما كان في كوميديا نهائيا الفنان هو اللي يقدر يسوي الكوميديا صح ويوظفها والتراجيديا صح ويوظفها صح. فهذا عمل تراجيدي بحت موضي ايوه لازم تريا موضي عمل تراجيدي باذن الله ان شاء الله ما تخيلت يعني داوود حسين بس ان شاء الله اتوقع ان العمل بيكون جميل جدا كل التوفيق ان شاء الله دكتورة انا كنت وايد سعيده بوجودك وايد سعيده بهذا الحديث الجميل ما بنعطلت ربما اكثر حبيبتي تسلمي عموما يعني موفقه ان شاء الله يا رب في كل الاعمال المستقبليه وان شاء الله اشوفكم كذلك ايضا في كل دوره في كل مهرجان في الشارقه ان شاء الله يا حبيبتي اتشرف فيكم اقول لكم احبكم يا اهل الامارات الغالين وشكرا على هذا الكرم والجود والاستضافه والحب وكل شيء حلو احنا بعد نحبك احبكم